Ahkamul med ili propisi medova. Ma ta'rifu al maddi lugatan wa istilaha. Kako glasi definicija medda u jeziku i terminologiji? Al maddu fil lugha az-ziyada. Med u jeziku označava zijadu ili povećanje. Wa istilahan idalatu as-sauti bi harfin min huruf al mad. A u terminologiji označava produžetak glasa sa slovom od slova medda. Ma huruful mad? Koja su to onda slova medda? حروف المد ثلاثة مد إما تري سلوة الألف الساكنة المفتوح من قبلها ألف سسكون كذا دوجي بري نيغا سلوة سفتحهم والواو الساكنة المضموم من قبلها إيواو سسكون كذا دوجي بري نيغا سلوة سضمهم والياء الساكنة المكسور من قبلها إيا سسكون كذا دوجي بري نيغا سلوة أنانية مكسرة وهي مجموعة في لفظ أتا تري سلوة سنالزي وريجي نوحيها نوحيها ما أنواع المد قيس توفرست مد المدود تسعة أنواع مدوا إمام دافت فرستا وهي تنقسم إلى قسمين إي أنا سديل ندفية جروبة برغا جروبة مد أصلي إلي أوريجيناني إلي غلاني إي بريمارني مد وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به I to je onaj med bez kojeg slovo ne može biti slovom. وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى سَبَبٍ مِنْ هَمْزٍ أَوْ سُكُونَ Niti zastaje na nekom od razloga poput hemzeta ili sukuna. وَلَا يُمَدُّ إِلَّا بِمِقْدَارِ حَرَكَتَيْنِ I njegova dužina ne može biti duža i veća od dva haraketa. وَهُوَ يَشْمَلُ أَرْبَعَتْ مُدُود I on obuhvata četiri vrste medova. وَهِيَ A to su الطبيعي البدل العوض الصلة الصغرى دروغا جروبا مدوا يسو مد فرعي إلي سكندارني مد إلي ناوريجينالني مد وهو ما كان بسبب من اجتماع حرف المد بهمز أو سكون I on nastaje zbog razloga spoja jednog od harfova meda sa hemzetom ili sukunom. ويشمل خمسة مدود اي اون بوهوتا بيت ورستا مدوا وهي اتوسو الواجب المتصل الجائز المنفصل اللازم اللين العارض للسكون ويلحق مد الصلة الكبرى بالجائز المنفصل مد كويس زوي الصلة الكبرى سيبريبيسوي مد كويس زوي الجائز المنفصل